إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الذي يقول في كتابه الكريم، وانتبهوا لهذه الآيات التي سوف أقرأها الآن لأنني رأيت فيها ربما علاقة بوضعنا الذي نعيشه هذه الأيام. هذه الأيام تكلمنا كثيرا عن هذه الأيام الصعبة التي نعيشها، وهذه الفتن وهذه الآلام وهذه المصائب وهذه الكوارث التي تعرضنا لها. ولكن الآن يكفي هذا النقد، ما نقول علينا الآن، الحياة لابد أن تستمر والأمة لابد أن تنتعش. بعد أن وصلت إلى هذه الأمة إلى هذه الوضع الذي هي فيه، ربما هو القاع، لابد الآن من أن يتغير الحال ونبدأ بالعودة إلى حياتنا الطبيعية التي يرتضيها الله لنا سبحانه وتعالى. نبدأ أولا بقراءة الآيات، ثم نحاول معا أن نفكر كيف لنا أن تستمر لنا هذه الحياة بالشكل الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى لنا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآيات واضحة مبينة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الناس إلى الصراط المستقيم الذي يضمن لهم الحياة السعيدة في هذه الدنيا والنجاة والفلاح في الآخرة. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. الإيمان ثم الطاعة، دائما الإيمان العمل الصالح. العمل الصالح ما هو؟ طاعة الله ورسوله. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. شوفوا الناس أحيانا الآن في هذه الظروف، بعض الناس ضلت السبيل وتخلت عن دينها. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. يا عمي هذا الحجاب حكم الله، هذا الشرع، لا أعرض. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ نعم في قلوبهم مرض. أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ما يستطيعون يظلم الله، إنما يظلم أنفسهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ماذا يكون قول الإنسان المؤمن؟ يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا الله. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللي يطيع الله والرسول ويتقي الله ويخافه ويخشاه ويتبع ما أمر به، هذلك هو الفائز الذي يفوز. بماذا يفوز؟ أولا بسعادة الدنيا، ويفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة في الآخرة.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أي نقطة مهمة جدا بموضوعنا الآن الحالي. فإن تولوا، أنت عم تقول للناس اللي إجت وتشردت على هالبلاد هذه وفتنت في ألمانيا وفي هون في أوروبا الغربية وفي كل مكان، تقول له أطيع الله وأطيع الرسول. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل. الرسول صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة، وصل رسالة، بلغ رسالة، فالأمر أنه هو أدى ما عليه، أنت أديت البلاغ، أديت البلاغ لأخوتك ولمن أعطى النصيحة للمؤمنين ولكل الناس. وعليكم ما حملتم، أنت مسؤول على الأمانة التي حملتها بمعرفتك بكونك مسلما وبكونك حملت هذه الرسالة العظيمة لتؤديها للناس، واجبا عليك كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم محجة بيضاء ليلها كنهارها. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. رسول صلى الله عليه وسلم بلغ، وأنت تبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مهمتك، تبلغها بلاغا مبينا واضحا. الآن وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا الكلام عنكم. الحمد لله نحن بعد كل هالمصائب هاي الناس تمسح بدينها وتمسك بالقرآن وتتحمل مؤمنة تعمل الصالحات. أنتم يعني وعد الله، هذا وعد الله، يعني ما في شك بهذا الأمر. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الآن نحن خائفون، نحن خائفون في كل مكان، لكن الله سبحانه وتعالى سوف يستبدل هذا الخوف لأمن. نعبد الله لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآن ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونطيع الرسول لعل الله يرحمنا ويبدل حالنا. أما الأمر الآخر الذي نبالي به، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. اللون اللي عم يدوقون هالمر، لا تحسبهم معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. إذن يا إخوتي الآن يجب علينا أن ندع العجز واليأس. صحيح أنه تعرضنا لفتن ولقتل ولحروب ولدمار، لكن الحياة يجب أن تستمر، الحياة يجب أن تعود، يجب أن تعود في الموصل، يجب أن تعود في الشام، يجب أن تعود في اليمن. لا تستمر الحياة. نيأس؟ نيأس من رحمة الله؟ لا نيأس من رحمة الله. الآن كما قلت لكم، الآن يعني وصلنا شبه الحضيض، الآن يجب علينا أن نعود، أن نعود يعني نستمر في حياتنا الطبيعية ونبني المجتمع الإسلامي. ما نيأس، هذه واجباتنا في أمور، الأمور التي لا نستطيع عليها نتركها لله سبحانه وتعالى. إحنا كل توكلنا على الله، لكن في أمور أنت لا تستطيع تغييرها، بس في أمور تستطيع تغييرها. فركز أمور، ركز جهدك على الأمور التي تستطيع تغييرها. يعني ماذا؟ يعني أنت تحمل رسالة الإسلام الآن، تحملها عقيدة، هذه العقيدة هي أفكار، هذه الأفكار لمن تطبق في الواقع حتى تعطي النتائج المرجوة منها. فيجب علينا أن نعود إلى الله أول، بكل معنى الكلمة، العودة إلى الله، علاقة مع الله مباشرة، نسترجع من هو الله سبحانه وتعالى بعظمته، وما هي المهمة التي حملنا إياها الله سبحانه وتعالى وارتضاها لنا وشاءنا أن نكون خلفاء في الأرض. أنت خليفة في الأرض،
لماذا؟ ما هي مهمتك؟ أن تعمر الأرض. شو معنى تعمرها؟ يعني كانت مهبطة، هلأ مهبطة صح؟ بلادنا مهبطة ومدمرة، لكن بدنا نرجع نبنيها، وبدنا نرجع نبني المجتمع، وبدنا نرجع ندير بالنا على أسرنا وعلى أولادنا، ونعلمهم القرآن وننشر الإسلام، ما نتخلى عن الإسلام حتى نرجع نعيش حياة طبيعية. الآن حياتنا غير طبيعية. إذن العقيدة، تقوية العقيدة والارتباط مع الله سبحانه وتعالى، لأنها هي الأساس، الأساس الذي ينتج عنه كل شيء من بعده، هي تؤثر على أعمالك وتؤدي أن تقوم بالأعمال الصالحة. ثم بعد ذلك التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأحكام الشرعية، وعدم التهاون فيها مهما كان. كله بيقول لك الإسلام بده تغيير. شو بده تغيير الإسلام؟ إحنا أصلا طبقنا الإسلام أول لحتى نكون نغير الإسلام. كل واحد بيجي بيطلع لك فن جديد، شو بدك تغير؟ شو هو بدك تغير بالإسلام؟ بس مجرد حكي، نحكي كلام؟ وإحنا طبقنا الإسلام أول، لو كنا طبقنا الإسلام كما يرتضيه الله كان حالنا هذا الحال؟ لا، ما كان حالنا. فما يغركم هاي الأقوال. شو يعني نتخلى عن ديننا ونتخلى عن أحكام الشرعية حتى يعني يرضى عنا من نتوقع أنه لا يرضى عنا، وهو لن يرضى عنا. ثم نكثر من الأعمال الصالحة. الآن نحن مقبلون على ماذا؟ على أيام مباركة. هذه الأيام المباركة يا إخوتي، في سيارات، ثلاث سيارات واقفين بالدوار، تري بيلا ستوري روندلن، سنيلا بيت بلاتسن بروندلن. يا إخوتي اللي صافي بسيارته بالدوار برا يطلع يشيلها، أرجوكم يا إخوتي لا تؤدوا مجال أعمالكم إغلاق المسجد. دوم سوم ها باركيرة روندلن طابورت بيلن ديركت نو بوينغوم سنيلا يودي أناش كومي دوم ستينغو مسكين ها بيني صلاة جمعة افتدي. إذا ما تركنا السيارات هاي لح يسكروا المسجد وما يكون في صلاة. إذا تأخذ لي صور إلهم هدون المارك تشوف مين هدون صحابهم السيارات. بس إذا يا إخوتي إن شاء الله سوف نعود لبناء مجتمعنا ولبناء بلدنا ولبناء أسرنا ولبناء المجتمع الإسلامي من جديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المستغفرين، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم.